الرجوع إلى العلماء الراسخين والصدر عنهم، وهذا ما حثنا عليه ربنا سبحانه حيث قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن الرجوع إلى العلماء الكبار الكبار في علمهم وسنهم وخبرتهم فيه الخير الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: كما عند ابن حبان والحاكم البركة مع أكابركم. وإذا كان هذا مطلوبا في الأحوال الاعتيادية فإنه يتأكد الحث عليه في أيام الفتن والنوازل المدلهمات. ذلك يا أيها الإخوة أن الفتن خداعة تظهر على غير حقيقتها، ولذا فما أكثر من يغتر بها من الأغمار. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. أما العلماء الراسخون فإنهم لا يغترون بزخارف الفتن وبهارجها، إنما ينظرون إليها ببصيرة المؤمن فتنكشف لهم بتوفيق الله. الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. قال الحسن رحمه الله: إن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل.